السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. في البداية أحب أنعي الوسط الفني وأهل الفنان الراحل في صباح يعني من شوية أعلن ابنه الابن الفنان المصري الراحل محمود ياسين وفاة والده عن عمر يناهز 79 عاما. ربنا يرحمه ويصبر أهله، ومواساة لجميع أهله وقرايبه وأصدقائه، ربنا يرحمه وتقبل عزنا. نبدأ حلقتنا. وكنا متكلمين الفترة اللي فاتت إن اسكندرية بلد المواهب، اسكندرية أساس الموهبة أو بلد صنعت مواهب كبيرة. فعشان كده هنتكلم النهاردة عن حفلة جميلة جدا هتقام في مدينة الإسكندرية. الحفلة دي اسمها ليلة الشتاء. الحفلة دي بتضم شباب مصري، شباب في سن 18 سنة، 19، 20، 21، 22، شباب من مختلف الأعمار. الشباب دول هيعملوا حفلة على مسرح تياترو النيل في مدينة الإسكندرية. هنعرض لكم صور الغلاف الحفلة، لو يا ريت المونتاج يعرضوا لنا. الحفلة دي هيكون فيها شباب ممكن يكونوا ظهروا معايا قبل كده أو هيظهروا. الحفلة دي ليلة شتاء زي ما ظاهر على الشاشة عندكم. ليلة شتاء إن شاء الله هتقام يوم 1/11 على مسرح تياترو النيل. اللي حابب يحضر الحفلة، أنا هكون إن شاء الله متواجد. أنا تم توجيه دعوة ليا بحضور الحفلة، وإن شاء الله هكون متواجد يوم 1/11 على مسرح تياترو النيل. هنشوف مع بعضنا الصور اللي هيكون متواجدين. حنين مصطفى، سلمى خالد، محمد عماد، وفنان يعني شباب مغنيين وشباب عاليين جدا، وهيقدموا محتوى كويس جدا ان شاء الله ينال اعجابكم. ننتقل بقى من الحفله وهنتكلم عن الجروب الجديد للبرنامج. الجروب الجديد للبرنامج، عملت جروب لدعم المواهب. في مواهب كبيره وفي مواهب كتيره ومنتشره في كل مكان، عشان كده عملت برنامج اسمه جروب اسمه جروب بين الكلمات. جروب بين الكلمات انا نشر فيه بوست، اللي حابب يدخل البوست ده متضمن حاجات، متضمن ان انت عندك موهبه هتصور موهبتك، تمثيل، فن، شعر، القاء شعر، غناء، تواشيح، اي حاجه تثبت موهبتك، رسم، تمثيل. وزي ما عرضت لكم كده، ده الصفحه اللي معروض دلوقتي، دي صفحه البرنامج، هتلاقوا فيها الجروب وهتلاقوا فيها كل التفاصيل اللي حابينها على البرنامج. ممكن تتواصلوا برده من خلال، لو عايزين تتواصلوا مع البرنامج او تتواصلوا معايا عن طريق صفحه البرنامج، عن طريق رقم الواتساب اللي هيظهر لكم دلوقتي الخاص بالبرنامج. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو حابب هتكتب كومنت في الجروب، او هتكتب تعلق على البوست المنشور او مثبت على الجروب. البوست المثبت على الجروب ده انا باخد منه كل حلقه ان شاء الله، من اول حلقه الجايه هاخد منه 10 فيديوهات، من 8 ل 10 فيديوهات او اكتر، وهاخدهم وهعرضهم من خلال البرنامج. دي البدايه. تاني حاجه حابب اتكلم فيها، نقطه ان المواهب اللي شخص، اي شخص عنده موهبه او اي شخص عنده حاجه عايز يبينها للناس، ممكن يعرضها يكلمني او يتواصل معايا وانا هساعده انها توصل باذن الله. ده كانت نهايه الفقره الاولى. ان شاء الله هنتكلم عن موضوع وقضيه كبيره جدا انتشرت في الفتره اللي فاتت، وهي قضيه خلع الحجاب. خلع الحجاب بقى موضه، او مش هنتكلم دلوقتي فيها، هنتكلم في الفقره الثانيه وبعد الفاصل. انتظرونا.